انت ماريا؟ نعم. انت اللي كنت عم تغني؟ نعم. ضبوا غراضكم وفلوا. وليش بدنا نفل؟ ما بتستحوا مجمعين الناس عليك ونقولوا في عالم بدها ترتاح. عاملين حفلة. حفلات هون ما في. ومعنا اجازة. اجازة هايدي بتمشي على الافندي. معن اجازة. نعم. ينعم عليك يا مهذب، بس نحكيك جاوبنا. بقدر اعرف مين حضرتكم؟ حضرتنا ضيب المرجان، وحضرتهن عبود ومرعي، ونحن من رجال ظاهر البندر. اتشرفنا. وحضرته انزعج منا؟ انزعج. الاستاذ ظاهر نازل عن نيابي، وبكره عنده مهرجان خطابي. صار له يومين مسكر على حاله، ومعه ثلاث معلمين مدرسي، هو بيحكي وهن بيلموا من خلفه افكار. ليش هو مش متعلم؟ اهم من المتعلم، هيدا ما ضيع وقته بالمدارس، من صغرته بلش بالمظاهرات. الله ياخذ بيده، بس نحن بشو ازعجناه؟ الناس ناطرين خطابه وانتو قاعدين تطبلوا وتزمروا، مهرجانين بذات الوقت ما بيصير. ما زال الناس ناطرين خطابه رح يروحوا يسمعوا. ايه بس في كتير قليل العقل رح يجوا لعندكم. عال؟ انتو خدوا كبار العقل، نحن اعطونا قليل العقل. ما هون الضربه، مين بضل يسمع الخطاب؟ كبار العقل. بلا نكت، جاوبي مظبوط. ما منقدر نلغي حفلتنا، بدكم منوقف شي ساعة حتى اقول خطابه ومنرجع نكمل. ساعة؟ وبقية قعدة الليستا؟ ليش في غيره بده يخطب؟ قديش فرقتكم فيها ممثلين ورقصين؟ ايه الليستا المتزعمها الاستاذ ظاهر اكبر. وكلهم بدهم يحكوا؟ معلوم كلهم، مليون ايام الحكي، بكره لما بيصيروا بالمجلس ما بيعودوا يحكوا. فإذا المهرجان يكون مسلسل انتخابي. شوفي شوفي، يسلمولي مثل القمار غلوا سعر الجرايد. كان العدد ينباع بربع، لما صوروهم صار بنص. طيب شو بتريد نعمل؟ نحن عنا موسم ما بنقدر نلغيه. كملوا بمطرح تاني. ايه نجتمع ومنقرر. هلا المشكلة بالقرارات، المشكلة بالتنفيذ، المهم تفلوا. إذا طلع الضو وبعدكم هون بتروحوا دعس الخيل. نروح من كمك. شو يا افندي؟ شو شفت؟ شفت. انا مدير الفرقه وعلي مسؤوليه، اجوا هددونا. واذا هددوكم؟ المفروض تتدخلوا. التهديد حكي ونحن ما منتدخل بالحكي. وبلكي قتلونا. اذا قتلوكم ساعتها منتدخل. بلا فوضى يا شب، وقف على جنبك.